استقبلت مجموعة مدارس المشكاة الخاصة بسيدي رحال شاطئ تلاميذتها في ظروف ملائمة تم خلالها احترام التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا تماشيا مع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع السلطات المختصة. وعملت إدارة المؤسسة على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح على جميع الأصعدة بالارتكاز على حزم من الأبعاد التنظيمية والبشرية البداغوجية والصحية. فيما يخص الدخول المدرسي، احنا هذا الدخول هو استثنائي. كيعرف هذه الجائحة اللي العالم كله يتخبط، والوليدات ضروري خصهم يدخلوا المدرسة، وضروري خصهم يكون هاد الدخول المدرسي خصو يكون، لأن الوليدات لا ما كاينش شي حاجة تعوض لهم التعليم، إذا كوسا سوا التعليم عن بعد ولا التعليم الحضوري. إذا حنا بالاتفاق مع الآباء أو لا بالاختيار ديال الآباء، الأغلبية عبروا عن الرغبة ديالهم أنهم باغين التعليم الحضوري، ووقعوا واحد الالتزام بناء عليه. احنا تجندنا والتزمنا وحاولنا ما أمكن، وكنحاولوا كل يوم أننا نلتزموا التدابير الصحية اللي كتفرضها وزارة التربية والتعليم بطبيعة الحال بتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. كنحاولوا ما امكن كما شفتوا في الدخول، كنحاولوا ما امكن ان الوليدات يبقاو متباعدين سواء كانوا في النقل المدرسي او في الدخول ديالهم ولا في القسم. الاستاذات اجتمعنا، الاداره مع الاساتذه اجتمعنا عده اجتماعات مكثفه قبل من الدخول المدرسي، وحاولنا نهيئوا نفوسنا لهذه المرحله. هذه المرحله اللي هي صعيبه، ولكن الحمد لله كنظن بان خصنا نتأقلموا وخصنا نمشي في هذا الاتجاه هذا، على أساس الوليدات ياخذوا الحصص ديالهم، وحنا مستعدين لا قدر الله هل عندنا دو بلون أ ولا بلون بي، ونقدروا نديروهم بجوج، نقدروا نديروا على حسب الله يستر لا قدر الله شي تعليمات من الوزارة، أن إلا اختاروا التعليم عن بعد لجميع المؤسسات راه حنا مستعدين على أساس نطوروا، لأن في الأول كانوا الناس يستعملوا الواتساب، والواتساب ما بقاتش الطريقة اللي هي عملية. حنا كان درنا تدريب الأساتذة على أساس أنهم يستعملوا الطرق الحديثة، الطرق اللي عندها إيجابيات كبيرة، واللي خدمنا بهم تحت في الفترة ما بين شهر 3 لشهر 6. خدمنا بتيمز، خدمنا بميكروسوفت الهانج أوت، خدمنا بميكروسوفت تيمز، وكنظن بأننا غادي في التوجه ديال إما ناخدو تيمز ولا الهانج أوت ولا الطريقه اللي ولا زوم، بزاف الطرق اللي كيخليوك تقريبا اون كونتاكت ديريكت افيك لي زونفون، لان الواتساب كيكون شويه بعيد، لان الوليد يقدر يخدعك، يقدر يخرج، يقدر هذا. كما الطرق طبيعه الحال كان قبل في الفتره ديال احنا استفدنا من الفتره الاولى ونجحناها تقريبا بواحد 99%، بل حتى بعض الوليدات انهم حصلوا ودرنا لهم واحد التقويم، واحد ليفالياسيون واخا عن بعد، وعطات نتائج ممتازه، وحتى ملي دخلوا اختبرناهم لقيناهم حصلوا هذوك المعارف والمكتسبات اللي توصلوا بها عن الطرق اللي تكلمنا عليهم. وبالتالي احنا ان شاء الله غاديين في 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 واحد الشكل تصاعدي بالنسبه لاستعمال هذه الوسائل هذه، وكنطلبوا من الاباء حتى هما يساعدونا ويطوروا معنا الطرق، ما يبقاوش المشاكل تكون في الانترنت ولا في الالات اللي كيستعملوا الوليدات. وهذا هو، ونطلب الله عز وجل مره اخرى ان الحل الوحيد والاشمل هو الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء. وبهذا تكون مجموعة مدارس المشكات بسيدي رحال
قد بصمت على دخول مدرسي ناجح في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتوفير بيئة مدرسية آمنة لمتابعة التلاميذ دراستهم في ظروف جيدة.